بعد الموجة الغبارية التي ضربت أغلب المحافظات العراقية، اكتظت مستشفيات محافظة واسط ومراكزها الصحية بمئات حالات الاختناق، خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بأمراض الربو والجهاز التنفسي. استقبلت مستشفانا هذا اليوم عدة حالات اختناق بسبب الموجة الغبارية اللي ضربت العراق، حيث تباينت هذه الحالات بين المتوسطة والبسيطة والشديدة، حيث تم تقديم كافة الإجراءات اللازمة والمستلزمات اللازمة لاستقبال هذه الحالات، حيث تم إعطائها الإسعافات الأولية ومعالجتها، وجزء من عندها يعني غادر المستشفى متحسن والحمد لله، والجزء الآخر بقى تحت المراقبة. رحيم، مع تصاعد حدة الموجة الغبارية التي ضربت كل الجهة الغربية من العراق وأيضا محافظة واسط على وجه الخصوص، هذا اليوم استقبلت مستشفانا مستشفى الزهراء التعليمية العديد من الحالات الاختناق في مستشفانا للمرضى الذين يعانون من اختلاجات في الرئه او ما يعرف بالازمات الرئويه الحاده. مرضى الربو هم اكثر عرضه للتحسس. بلدنا معرضه للعديد من الحالات، حالات الحده الغباريه، وهي هذه تعتبر هي الاشد في وقتنا هذا. اتوقع يعني العواصف الغبارية سوف تكون مستمرة، وهذا ما يتطلب منا جهد مضاعف ومستمر لغرض ديمومة سلامة المواطنين جميعا. مواطنون انتقدوا غياب الدور الحكومي والعجز الواضح لوضع حلول تحد من هذه الكارثة البيئية، خاصة بعد أن استفحلت خلال هذا العام، مما تنبئ بكارثة حقيقية. هذه احنا مشكلتنا أكبر من المشكلة البيئية بصراحة، احنا مشكلة هذا البلد مشكلة، شلون نقول مثلا الناس اللي بصراحة اللي تحكم، مع جل احترام للناس اللي موجودين، هم كلهم مو سكنة هذا البلد بصراحة، ناس كلهم دخلاء عوائلهم برا، ما يفكرون بيك انت ويفكرون بي اني، لا احنا نفكر واحنا ننزعج واحنا ننضوج. ليش؟ لان احنا 24 ساعة انا بالكوت وبغداد وبالبصرة وبالنعمانية وبالكذا، يعني احنا اللي يتحترقون، بينما هم لا، تخلص الدورة الانتخابية هو راح للخارج، راح لكندا، راح مثلا لندن، ورا كذا سنة من اجت الانتخابات مرة ثانية يرجع، لا يفكر بتصحر ولا يفكر يبني له مثلا محطة كهربائية. من محافظة واسط، محمد الإمارة، دجلة.